ومن العاصمة أبو ظبي بنتجه لدبي، دار الحي ومعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير دهاد 2013. المعرض تستضيفه اندكس ويأتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية والمؤسسة الخيرية ومنظمة الأمم المتحدة وأيضا هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومدينة الإنسان الدولية ودبي للعطاء ومنظمة المؤتمر الإسلامي. طبعا شمس، الجميل في الموضوع أن كان هناك ورش عمل بالإضافة إلى كان هناك مواضيع ومحاور عدة تم النقاش فيها، وطبعا كما هي العادة كنا متواجدين في هذا المحفل الجميل وأعدينا مشاهدين لحضراتكم هذا التقرير الجميل وهذه المقابلة مع الدكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لمعرض دهاد 2013. انطلق معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير في دبي في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويسعدني مشاهدين الكرام باسمي وباسمكم أن أتوجه بداية بالترحيب بضيفي الدكتور عبد السلام المدني الرئيس والتنفيذي لمؤتمر ومعرض دهاد. مرحبا بكم سيدي. أهلا وسهلا. بداية دكتور، طبعا بعد الترحيب أود أن نتكلم عن معرض ومؤتمر دبي الدولي دهاد للتطوير والإغاثة بشكل عام وتعطي المشاهدين الكرام نبذة عنه. إن شاء الله. دهاد أصبح اليوم بعد 10 سنوات، 10 سنوات من الإنجازات من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم. نعم. دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مو مجرد يعني مهتمين في التجارة أو مهتمين في الثقافة، اليوم دولة الإمارات مهتمة وبشكل عام مدينة دبي مهتمة في القطاع التعليمي، القطاع الاقتصادي، القطاع الثقافي، وأيضا من أهم القطاعات والقطاع الإنساني اللي احنا جزء، كلنا جزء منه، لا شك في ذلك. فانطلاقة الدهاد قبل 10 سنوات كانت مجرد فكرة وتبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعم مباشر منه شخصيا لهذا الحدث. اليوم قرارات تتخذ من دهات سواء كان من أول دورة لين اليوم 10 سنوات كل قراراتها تتخذ ومعترف من قبل الأمم المتحدة. أكيد دكتور، وجهودكم أيضا في هذا المجال الإنساني بين يعني وأنت شخصية مرموقة على مستوى دولة الإمارات والجميع يعرف مجال عملكم في هذا الموضوع وجهودكم الكبيرة التي تودونها طبعا في ظل انتشار العلم والتعليم والأمور الإنسانية بشكل عام على جميع دول العالم. ربما من المسمى أو الشعار لهذا المعرض والمؤتمر نستنبط العديد من المعاني، الشراكة الفاعلة والمستدامة خلال أنشطة الإغاثة والتطوير، يمكن الشراكة هي أحد الأسباب الرئيسية لإقامة مثل هذه المعارض والمؤتمرات العالمية في إمارة دبي. العمل الإنساني أساس الفريق العمل المشترك الموحد. بناء على هذا احنا قررنا في اللجنة ديساب واللجنة العلمية العليا العالمية اللي فيها جميع المنظمات، معظم المنظمات العالمية والمحلية والإقليمية، الأساس الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والمنظمات الدولية والموردين والمساندين تحت شعار واحد فقط هو الإنسان قبل كل شيء، بعيدا الدين، بعيدا اللون، بعيدا الشكل والعرق. فهذا هو الإسلام. صح. عندما الإنسان محتاج لشيء فالكل يشارك بصوت واحد وبأسرع وقت ممكن بسرعة التجاوب. فاليوم تشوف يعني في أي مكان في العالم الكوارث اللي حدثت، لو تشوف أنت ما شاء الله أنت في الإعلام وتشوف يعني دائما تشوف مؤسسات الإماراتية من أوائل المؤسسات اللي موجودة في أرض في الأراضي المنكوبة واللي فيها كارثة. نعم. وين يكون سواء كان في أي مكان في القارات العالم. فاليوم احنا من خلال الدهاد أثبتنا للعالم أن دولة الإمارات مقر
للهيئات الإنسانية، أول مدينة اللي في على مستوى العالم موجودة في دبي اللي تقدم الخدمات الإنسانية مجانا لكافة المنظمات الدولية والهيئات الدولية. أثرت دكتور نقطة مهمة جدا جدا حول هذا المؤتمر والمعرض، ألا وهي أن هذا المعرض والمؤتمر يعتبر أرض خصبة للتواصل ما بين أصحاب القرار والشركات المعنية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل في مجال العمل الإنساني، فسرعة اتخاذ القرار يمكن يكون أسهل بكثير، والعالم كله ينتظر هذا المؤتمر لاتخاذ يمكن قرارات يعني خلينا نقول مفصلية في موضوع الإغاثة. وجود الكم الهائل من المؤسسات الخيرية والإنسانية ووجود المستودعات الضخمة للتجاوب في 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 متطلبات في أرض البلد اللي فيها كارثة، وهذا وسرعة الوصول من خلال حركة الطيران سواء كان البواخر أو البر أو غيره. اليوم مدينة دبي تلعب دور كبير بهذا الشيء، وبعدين اليوم شفت لو شفنا اليوم على كلمة الأمين العام والمنسق العام للاجئين اليوم تكلم كلمة افتتاحية مهمة جدا، واعتبر الديهات رقم واحد على مستوى العالم. يا الله، فهذه شهادتهم، مو بإحنا جالسين نتكلم، وفعلا اليوم الديهات هو اللي جمع كل المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية والعالمية كلها تحت سقف واحد. ذكرت بعض الإحصائيات المالية التي تم دفعها من خلال دولة الإمارات أو إمارة دبي للعالم منذ إنشاء دولة الإمارات عام 71 لليوم، إحصائيات تدل الإحصائيات الموجودة أكيد غير المذكورة، يعني أكثر من 225 بليون درهم. الله أكبر، مليار درهم حجم المساعدات اللي قدمت. هذا المؤتمر يعني تقومون منذ 10 سنوات على تجهيزه وإعداده وتطويره بشكل عام، ما هي طموحكم؟ احنا طموحنا دور التثقيف العمل التطوعي على مستوى المواطنين والمواطنات، هذا أهم شيء اللي قدرنا نوصل ونوصل إن شاء الله ونحقق. هل هناك خطط مستقبلية في هذا المجال، العنصر النسائي تفعيله في المستقبل؟ أكيد، احنا شعارنا إن شاء الله السنة القادمة بيكون دور القطاع دور المرأة في دور المرأة في العمل التطوعي. هذا طبعا ناخذ احنا كسبق صحفي قبل ما يطلع السنة القادمة إن شاء الله. هذا كان احنا ناقشنا أمس في اللجنة العليا اللي ديساب. أنا في نهاية لقائي لا يسعدني دكتور إلا أن أشكركم جزيل الشكر على الوقت اللي أمنحتونا إياه وتلبيتكم للدعوة، وطبعا المعلومات التي أفدتمونا فيها وأفدتم أيضا المشاهدين الكرام. الدكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض هاد، شكرا جزيلا على وقتكم وعلى المعلومات اللي قدمتوها. شكرا للتلفزيون أبو ظبي. شكرا. بارك الله فيك. شكرا.